راغ الطيبات سام 14 اي سام سوم 14 كم ما والله ادري سام ثلاث سبوك ثلاث سبوك كلها فراخ بريالين مشكل ذول يا اي مشكل سام هذاك بريالين 14 هذاك بريالين فراخ ذول مشكل هذاك بريالين مو عياله ما شاء الله هذول مو عياله مو عشبه تمام ما شاء الله امهات بريالين 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 عياله وبعض البيض سامن ريالين الحين ذول ما شاء الله سامن ريالين لو بعد برضه مشكل تمام مشكل طيب شفت عيالك معن؟ اي ريالين السوم هذا السوم ها؟ اي السوم بريالين اي بلاش الله يبارك لهم الله يرزقهم مسكين هذا لا سامن 14 راك منوع جاهز للاكل جاهز للنتف ولكن السوم 14 بيع قريب يبيعون 15 بيع 14 سوم كذا فراخ ما شاء الله 14 سوم فراخ كبر سام 11 مشبوك ذي كلها فراخ سلفر سام 11 ريال فراخ مشبوك كلها ذي الله يبارك لهم هذا الديت سام 12 اليوم اديت اليوم 12 الله يبارك فيك هذا كله شبوك ما شاء الله حمام زاجل بسام 3.5 ما شاء الله الحمام الزاجل ما شاء الله تبارك الله الله يبارك لهم يرزقهم الحمام الزاجل طبعا مشهور ما شاء الله بفراخته مشهور بالطيران ومشهور بتربيته الله يرزقهم ان شاء الله ثلاثة ونص الله يبارك لهم علشان الناس ما شاء الله تبارك الله هذه خدمة عظيمة يقدمونها الدلالين الله يرزقهم ويرزقهم دجاج البراهمة المعروفة ما شاء الله بالجمال وبالحجم الشامل حبة 46 ريال جمال تعطيك شكل جميل واحجام الحقيقه واحد يستانس لما يشوفها عنده بالاستراحه والمزرعه بتجول داخل المزرعه الله يبارك لهم ما شاء الله. اربع امنه دجاجه ما عاد تسحب راحه يا ابو ثامر سبحوا ما شاء الله تبارك الرحمن وفي احمد ذكر الله باربع امنه 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 المجموعه ولا جوز المجموعه كلها هذه ها نعم هذه الدجاجه ما شاء الله هذا عياله ما شاء الله تبارك الله هذا الدجاجه وانا العاشر انا ابن عياله ما شاء الله باربع امنه 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 ابو ثامر انت وعياله تسع والدلال العاشر مسح معهم ما شاء الله باربع باربع امنه 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 باربع امنه باربع امنه انت ومعك تسع عيال وزع راك وزع راك بنعم باربع امنه تسع باربع امنه باربع امنه نعم السمك عليه كله الدجاجه وعياله تسع والدلال العاشر معه نعم باربع امنه ريال بس هذا بيزود عشان الدلال يزود باربع امنه 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 100 نعم ب 100 ريال مع 12 نعم مع 12 ما شاء الله تبارك الله ب 100 ريال ب 100 ب 100 ب 100 انت مع 12 فرخ كبره ب 100 واحد منكسر بس يقول ما شاء الله واحد منكسر منهم ب 100 خمسه
805 805 مع 12 واحد ينكسر منهم. انا بداله ما خالف. 810 كفو. 810 810 810 810 810 810 810 ها 120 120 120 120 120 120 120 120 120 الله يرزق المسلمين. 120 120 120 مع 12 واحد ينكسر بس. 125 130 130 مع 12 فرق واحد ينكسر. 130 130 بس. 130 ريال سام فقط. 130 130 على 140 الراجع على 140 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 على شاور رأيها مشكلة ما بعيد الروج. هلا قول له على 25 صافي جميع سامي كل انت 140 على 140 الحبة الحبة 140 نعم هذا الفيور الزين هالروز الحبة الساعة 140 الله يبارك لك. هذا والله المشروع شوي على 130 ريال. وش على 30 ريال دجاج جديد براما حبة سم 30 براما نعم الحبة 30 ما شاء الله تبارك الله يبارك لك. امين. 3.5 ابو هي 3.5 الجوز ولا 7 ريال شوف الجوز بس 7 سيسان سيسان ها 7 ريال بس سيسان الدجاج 7 ريال الله يبارك له ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله سيسان الدجاج الجوز 7 الجوز 7 ريال ها الله يبارك له هذا فري زي ما قلنا 3.5 الجوز فري اليوم صباحا من مدينة الأنعام وطينا لكم سوق الطيور العامر دائما بالكميات وبالزبائن. السوق كبير والموجود كثير وأي طلب من أي نوع من أنواع الطيور موجودة بالسوق، يعني صعب تنقل كل شيء فيه، لكن احنا نقلنا لكم صورة يعني مصغرة عن السوق وعن الأشياء اللي فيه يعني وخاصة الجملة، لكنه السوق ما شاء الله سوق كبير وعامر بالزبائن وبالجميع ما يطلبه الحقيقة الزائر لهذه المدينة الرائعة. فأتمنى للجميع التوفيق. اليوم 25 إحدى عشر القرن 143 يوم الجمعة صباحاً.